لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، خروج الجسر الخامس في الموصل عن الخدمة عقب تصدعه وإصابته بأضرار كبيرة. في صحيفة الزمان، مجزرة الفرحاتية تهز وجدان العراقيين، خطف وإعدام على يد مجهولين. في المدى، صلاح الدين تطرح سيناريوهات مختلفة عن مجزرة الفرحاتية، وتتبادل الاتهامات مع أوساط الحشد. في العرب اللندنية، سلاح عصائب أهل الحاق يروع المدنيين ويبعثر جهود استعادة هيبة الدولة. في ألترا عراق، الصحة تحذر من ارتفاع الإصابات بكورونا. في القدس العربية، الشرطة الفرنسية تطلق عمليات ضد عشرات الأفراد المرتبطين بالتيار الإسلامي. وفي موقع بي بي سي العربية، فرص نجاة مرضى كورونا من الموت أفضل الآن. السلام عليكم. نبدأ من قضية قنص المتظاهرين مع اقتراب 25 من تشرين، إذ كتب زيا وليد في موقع ألترا عراق مقال جاء فيها: ذلك التاريخ الذي لا أظن أنه سيرحم فئة تقتل شبابا لا يشكلون خطرا محدقا بأمن البلاد ولا يرفعون السلاح بسلاح لا يستخدم إلا في معارك نوعية. لكن العار لا يقتصر على من وجه وأطلق النيران فحسب، بل سيبقى ملازما لهذا النظام الذي لا ينظف من براثن أعماله ولو توضأ بمياه الجنة. حصد القناصون الرؤوس وفتحوا الصدور والبطون في الشوارع، صوبوا من الأمام ومن جهة اليسار الجانبي لناحية المحكمة في شارع وزارة الداخلية حتى بات الهرب مستحيلاً. وثقت عدسات التصوير حالة الرعب التي زرعها عديم الشرف في الشوارع التي ندبت بأجساد المتظاهرين. لهم قادرون على تكملة المسير نحو التحرير ولا العودة إلى الخلف. ومن هذه الإشارات يمكننا التأمل بعقلية من استخدم هذا الأسلوب في قتل المحتجين، فهم أعداء بالنسبة له بالدرجة الأولى. لكن عامل الأهمية فقد أهميته في هذا الحدث بعدم وجود قائد أو محرك للمتظاهرين، وبالتالي توجه النيران الغادرة لا على التعيين، حتى أن بعض المختبئين خلف الجدران الكونكريتية لم يسلموا من غدر القناصين، فضلاً عن المندفعين إلى الأمام. ومن النقطة الأولى يمكن التأمل بحجم العداء الذي يكنه القناصون ومن أرسلهم لهؤلاء الشباب، حيث لم يستخدم سلاح القنص اضطراراً ولم يختر هدفاً بشرياً لتحقيق هدف عسكري، بل كان كل الشباب المتظاهر أهدافاً له منذ ذلك الوقت، وصار اسم حكومة عادل عبد المهدي حكومة القناصين. كتب هذا الاسم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات، وصار عنواناً لجريدة توك توك التشرينية. لا تقتص من قتلة بهذا النوع من الخسة والإجرام والجبن وتقدمهم إلى العدالة لا خير فيها ولا أمل منها، ولا تمثل المتظاهرين ولا الشعب الذي وقف خلفهم. كتب علي الصراف في مقاله بصحيفة العرب اللندنية حول مزاعم الانقلاب في العراق على العملية السياسية وفق معلومات لا أصل لها. تحذير صلاح من وجود مخطط لانقلاب عسكري قد يعني أن هناك بالفعل من يخطط لانقلاب عسكري، ولكن بين أوساط الميليشيات التابعة لإيران، حيث يتخذ المخطط المزعوم كذريعة لانقلاب هذه الميليشيات على حكومة مصطفى الكاظمي. ويسود الاعتقاد بين أكثر هذه الميليشيات ولاء للولي الفقيه أن الكاظمي يسعى للحد من نفوذ إيران في العراق، ما يعني الحد من نفوذ هذه الميليشيات. وفي حال أسفرت الانتخابات المزمعة في أواسط العام المقبل عن هزيمة الأحزاب التابعة لإيران، فإن ذلك يمكن أن يحفزها على البحث عن ذريعة لتغيير المسار. إيران تستطيع أن تنظم انقلاباً في أي وقت تشاء، وميليشياتها قادرة على شل ليس الحكومة وحدها، ولكن أيضاً كل أجهزتها الأمنية والعسكرية، بما فيها أكبر وحدات الجيش العراقي التي قد يستعين بها الكاظمي للدفاع عن نفسه. والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه الأجهزة كغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى مخترقة من جانب الميليشيات.
وقد يتوفر لبعضها قادة مستقلون، إلا أنها تحتشد بمن يمكنهم شل هؤلاء أو قتلهم. الأمريكيون ينسحبون وأعدادهم لا تكفي لفعل شيء ذي جدوى ولا حتى لحماية النفس، بما في ذلك السفارة الأمريكية. إيران راهنت على طول الخط على وجود حكومة ترتدي قناعين في العراق، بحيث تبدو للأمريكيين وكأنها حكومة قادرة على فعل بعض الأشياء وتنصاع في الوقت نفسه لمطالب إيران، وتتكفل بتغطية أعمال الفساد وتهريب الأموال وتوقيع العقود الزائفة. من الأمور التي تثير الانتباه والتي يبدو أنها صارت عرفاً في تعامل الأمم المتحدة مع فصائل إيران في العراق ومحاولة التفاوض معها، حول هذا الموضوع كتب علي الكاش في مجلة الجاردينيا. اللقاء الثاني لبلاسهارت مع زعيم ميليشيا مصنف على قوائم الإرهاب العالمي وهو المجرم أبي فدك عبد العزيز المحمداوي، القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران، وهذا الإرهابي هو المسؤول المباشر عن قتل وخطف واغتيال وجرح الآلاف من العراقيين خلال الانتفاضة التشرينية المباركة. ولا نعرف هل اطلعت أم فدك على تصريحات أبي فدك السابقة حول قصف السفارة الأمريكية وقيام ميليشياته الإرهابية بالهجوم على المنطقة الخضراء وتهديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في عقر داره وقصف مجمع السفارات في المنطقة الخضراء. ربما حاولت أم فدك بلاسهارت أن تحصل على معلومات حول توقيتات القصف القادم للمنطقة الخضراء. ثم لماذا لم تطرح أم فدك أسئلة عن مستعمرة جرف الصخر والمعتقلين في سجونها ومصير المختطفين من المتظاهرين؟ وأين ذهب حزب الله بالمختطفين من أهل السنة في الفلوجة وصلاح الدين وديالة وهم بعهدته لحد الآن؟ هل من الطبيعي أن تلتقي ممثلة الأمم المتحدة بإرهابي دولي ملوثة يديه بدماء الأبرياء العراقيين؟ وهل تم شراء ذمة بلاسهارت كما فعل الزعماء الشيعة مع من سبقها من ممثلي الأمم المتحدة؟ فقد فضحهم طاهر بومدرة المستشار الخاص ليونمي في زمن مارتن كوبلر بقوله: لم يتعامل كوبلر مع الأطراف السياسية المتنازعة بعدالة لغرض تسوية المنازعات الطائفية، بل كان يتبنى مواقف الحكومة الطائفية. الأمم المتحدة في العراق فقدت خلال هذه الزيارات مصداقيتها عند الشعب العراقي، لا سيما ثوار تشرين الأبطال الذين يمثلون غالبية الشعب العراقي. ماذا عن سفارة واشنطن في بغداد؟ سؤال يطرحه الكاتب الأمريكي روبرت فورد في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط. في أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري لا يمكن اعتبار الأوضاع الأمنية في بغداد أسوأ حالاً مما كانت عليه في الماضي، بيد أن السياسات في واشنطن قد طرأ عليها كثير من التغييرات منذ ذلك الحين، إذ لم تكن قضية مقتل الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في العراق محل سجال سياسي ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي الكبيرين في الولايات المتحدة من قبل. وربما لم يطالب المتظاهرون العراقيون بإغلاق مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، لكنهم لا يعتبرون أن العلاقات القائمة فعلياً بين البلدين تصب في صالح العراق على الإطلاق. والآن يعتقد كثيرون من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة أن العالم العربي بما في ذلك العراق قد بات أدنى في أهميته من زاوية المصالح الأمريكية، وفي عصر جائحة الوباء الفتاك مع الأزمة الاقتصادية المصاحبة له تحول الإرهاب إلى أدنى التهديدات القائمة بصورة نسبية، وأصبحت الواردات النفطية من منطقة الشرق الأوسط أقل أهمية عن ذي قبل، وباتت الصين أكثر أهمية بالنسبة للساسة في واشنطن. ويضيف الكاتب: لا أدري على وجه اليقين ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتها في نهاية الأمر، أم أنها ستنزع إلى فرض العقوبات الأمريكية على العراق من عدمه. لماذا أطل الرئيس ماكرون على الإسلام من نافذة سياسية؟ مقال الكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي، وجاء فيها اللافت في هذا الخطاب أن الرئيس الفرنسي وضع نفسه في موضع المنظر والإصلاحي للحالة الإسلامية ليس فقط في فرنسا بل في أوروبا والعالم، وبالتالي احتكر التشخيص والوصف الذي لا يتفق معه الكثير حين قال إن الإسلام دين يمر في أزمة في جميع أنحاء العالم، ونحن لا نرى في ذلك في بلادنا فقط.
إن المراقب للحالة السياسية الفرنسية يجد بكل وضوح أنه كلما أشرفت الولاية الرئاسية على الانتهاء يأتي الإسلام والمسلمين مادة رئيسية في المشروع الانتخابي للمرحلة المقبلة، وتعود الأسئلة نفسها للطرح مجدداً، وكأن الإسلام والمسلمين اكتشاف جديد حصل للتو في المجتمع الفرنسي، لتبدأ بعدها حملة شعواء واسعة للحديث عن تمويل المساجد ودور العبادة والمراكز الدينية، مروراً بالعادات والتقاليد الإسلامية، وصولاً إلى الدعوة ليكون الأئمة والخطباء صنع فرنسا وليس قادمين من دول أخرى. هذه المقاربة ليست جديدة، ففي عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي جرى تبني فكرة وجوب إيجاد إسلام فرنسي، وبالفعل تم إنشاء مؤسسة لهذا الغرض باسم إسلام فرنسا. كما وضعت المقاربة الأمنية باعتبارها الحل لمعالجة الأزمة في الضواحي التي يقطنها المسلمون بمعزل عن أي حلول اقتصادية واجتماعية تساهم بالارتقاء بهذه الطبقة الاجتماعية. وعلى الرغم من أن الجالية الإسلامية في فرنسا هي الأكبر في أوروبا، حيث يبلغ تعداد نفوسها حدود 6 ملايين نسمة. إن الإشكالية الكبرى التي يعانيها الغرب هي أن نظرتهم إلى الأديان قائمة على أساس أنها أسلوب شخصي فقط، بينما المسلمون ينظرون إلى الإسلام على أنه ليس ديناً وحسب، بل ثقافة وعادات وتقاليد وأسلوب حياة، وهذا هو الذي يجعلهم يشعرون بالإهانة عندما توجه أي إساءة إلى دينهم، لأنها ستكون إهانة لثقافتهم وطريقة عيشهم. أين تقف إيران من الصراع بين أرمينيا وأذربيجان؟ يقول الكاتب مروان قبلان: ولما كان الأذريون أتراكا من جهة العرق أو القومية، تتخوف إيران من أن انتصارا أذريا في الحرب مع أرمينيا سوف يعزز بالضرورة نفوذ تركيا في القوقاز الجنوبي ويغذي صعودها الإقليمي العام، والذي بات يقلق إيران بامتداداته من غزة ولبنان إلى سوريا والعراق والقوقاز. فيما تتركز معظم الأنظار على الموقفين الروسي والتركي في الصراع الدائر على إقليم ناغورنو كاراباخ باعتبارهما الراعيين الإقليميين المباشرين لطرفي الأزمة من الأرمن والأذريين، تحظى إيران بقدر أقل من الاهتمام، على الرغم من أنها الأكثر تأثراً بنتيجة ما يدور في القوقاز الجنوبي. فإلى جانب أنها الوحيدة في مثلث القوى مع روسيا وتركيا التي تملك حدوداً برية طويلة مع طرفي الصراع، تعيش في إيران أقلية أذرية كبيرة تتفاوت التقديرات حول حجمها بين 25 إلى 35%، ويوازي ضعفي عدد الأذريين الذين يعيشون في أذربيجان نفسها. ومنذ بداية الصراع على الإقليم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، اتخذت إيران موقفاً مؤيداً لأرمينيا، علماً أن أغلبية سكان أذربيجان هم من الشيعة الاثني عشرية، وإن كان الدين لا يلعب دوراً مهماً في حياتهم. وعلى الرغم من أن إيران طرحت نفسها وسيطاً في القتال الدائر حالياً بين الطرفين، إلا أن لديها اليوم أسباباً أكثر لكبح جماح أذربيجان ومنعها من تحقيق انتصار عسكري. تقف مجموعة أسباب سياسية واقتصادية وجيوسياسية وراء هذا الموقف، فانتصار أذربيجان يعني أولاً إضافة نحو 130 كيلومتراً لحدود إيران، وتتخوف إيران من أن يؤدي ذلك لانبعاث الروح القومية بين الملايين من مواطنيها الأذريين، خصوصاً وأن تياراً في أذربيجان يرى أن إيران تحتل أذربيجان الجنوبية. من الزاوية نفسها تنظر إيران بعدم ارتياح إلى مشاريع الطاقة التي تتولى تركيا إنشاءها مع أذربيجان أو من خلالها مع تركمانستان بغرض إيصال النفط والغاز من بحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية، وإذ يقلل ذلك من اعتماد تركيا على الغاز والنفط القادمين من إيران وروسيا، فإن طهران تعتبر ذلك أيضاً حسماً من أهمية مشاريعها المستقبلية وتقويضاً لمساعيها للتحول إلى مصدر الرئيس للطاقة في أوروبا. سمح الفهم الأفضل لطبيعة الفيروس للأطباء بتقديم علاج أفضل للمرضى، بما في ذلك علاجات مثل ديكسوميثازون وطرق أسهل لدعم التنفس. وقالت مديرة أقسام الرعاية المركزة البريطانية إن فرص نجاة مرضى كورونا الذين يتم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي أصبحت أعلى مما كانت عليه في شهر أبريل نيسان الماضي. وأضافت دكتور إليسون بيتر أن نسبة الوفيات بين المرضى الذين نقلوا إلى الرعاية المركزة تراجعت بما يقرب الربع، بينما تزايدت نسبة الناجين من كورونا بعد دخولهم المستشفيات البريطانية بشكل عام بما يقرب من 50%.
وتوضح الإحصاءات انخفاضاً كبيراً في عدد الوفيات بكورونا بين المرضى الذين نقلوا للرعاية المركزة حتى انتهاء الموجة الأولى بنهاية أغسطس آب الماضي، وبين الموجة الثانية التي بدأت أول سبتمبر أيلول. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.